كطالبي بحقكم الانصاف ديالك هم ندعيهم انا نتابعهم تابعهم ما يرميونيش انا اختي يرميوني على بلا سكن ما عطونيش السكنه ديالي انا نتابعهم كنشكركم اسيري شكرا شكرا للمواطنين المغاربين مع احمد بقى احمد ساكن فوت 45 عام دابا اليوم انا عندي 5 وليدات الكبير فيهم عنده 21 عام عاطل الصغار زايدين في 2010 دابا انا وياهم كنعيشوا في الزنقه حوايجي مليوحين في الزنقه الشتاء وانا في الزنقه لا فين نسكن لا ما ناكل لا ما نشرب لا من يخدم معايا الراجل ديالي ملي حكموا علينا بالافراغ ما بقيتش عرفتو فين مشى لقى احمد ما بقيتش عرفتو فين مشى داو السبيطار حنا توضرنا على بعضياتنا ما بقيناش عرفنا بعضياتنا فين انا اليوم كنعيش غير في الزنقه انا وخمسه ديال الابناء دابا مرضوا ليا عندهم صغار توام زايدين في 2010 المرات دابا بجوج بالعينين ديالهم حيت كنمشي نبقى ندور غير في الزباله كنبقى ندور غير حدا مولين الكياطن اللي عندهم الميكا اللي مشيت عنده كيقول لي ما عندها ما نديرو لك ما تفاديش عندنا حنا عندك الدراري كيصدعونا ولادك قباح ولادك كيغوتو مشيت عند واحد السيده كتسكن في البيطون كندخل نعس معاها كتقول لي شوفي راجلي خاصو ينعس ما عندناش كيفاش نديرو لك حنا ما جعلتنا عليك جهد واليوم انا في الزنقه كنعيش اليوم 25 يوم وانا في الزنقه البارح داوني البوليس قالوا لي اجابك عند باب المنزل اللي خرجتي منه قلت لهم انا هاد الناس عيطوا عليا قالوا لي اجي تشوفي حوايجك راه الباب ديالك مقروع وحوايجك ما حنا مسؤولينش عليهم الا مشاو ملي جيت عندهم قالوا لي مشاو جابوا لي البوليس وداوني الكوميساريه وقالوا لي الا بغيتي نطلقوك نوضي تخرجي الحوايج ديالك ولا نشدوك الحبس ندي ولادك الخيريه جيت خرجت الحوايج ديالي وزيدوني باش نسني لهم على ورقه بانها خديت الحوايج ديالي كاملين الورقه كتبوها غير ولد مول الدار وبنت مول الدار في السيبير وزيدوني سنيت عليها بلا حتى شي حاجه هدوني غير بالبوليس قالوا لي غير تسني ولا نديوك الحبس نديوك العين السبع ولادك نديوهم الخيريه وحوايجك لوحهم في الزنقه وانتهى المشكل بري راسك حنا ماشي شغلنا فيك تمشي للحبس حنا ندارنا ناخذوك ويجيك لوحه من الزنقه وتمشي للحبس ودابا خوتي انا ما عرفتش شنو واش عندنا شي حق في هذا المغرب واش انا مواطنه واش انا بنت الشعب ولا انا ماشي بنت الشعب هادشي اللي بغيت نعرف واش انا عندي شي حق ولا ما عنديش حق واش انا مليوحه انا وخمسه الاولاد 25 يوم حنا في الزنقه وجدا دابا تا هما راهما في الزنقه انا بغيتكم تشوفوا تشوفوا حوايجنا دابا راهما في الزنقه بغيتكم ديروا واحد الوقفه وتشوفوا تشوفوا الحوايج ديالي في المليوحين في الزنقه انا ولادي في الزنقه لا ما ناكل ولا ما نشرب ولا ما نخدم علينا حتى الراجل ما بقيناش عرفنا فين زاد حتى القاف احمد اللي في سميتو الريسيبو 45 عام هذه ما بقيناش عرفنا فين مشى هو ومرته حنا توضرنا وتلفنا في المغرب ديالنا ما عندنا دابا ما بقات عندنا لا حقوق لا هوايه لا حتى شي حاجه ما بقات عندنا ما بقات حوايجنا تلفوا توضروا الوراق ديالنا اللي باش بقينا كلشي توضر ما الوان ديالنا كلشي خمزوا لحوم وما كلشي داكشي توضر حنا في الزنقه ما بقيناش عرفنا دابا شنو واش عندنا شي حق في المغرب ولا ما عندنا حق انا مواطنه ولا ماشي مواطنه شركة كونفكسيون حيفونتاج مع الحارث سامر وخو الحارث عبدوه من 91 حتى 2008 دار فايت خدمنا شهرين
ما تخلصناش فيها. كل عام تياخذ من نص تاع الكونجي، عامين درها لنا ما عطانا والو، دابا خرجونا لا حساب لا كونجي لا شهور تخلصنا فيهم. راه خويا عندي غير كلمه وكل شحال خدام معاهم؟ انا من 91 حتى 2008 وانا عندي غير كلمه وكل والو. اذا فهمت فاش نخدم في شي معمل ولا في شي حاجه من تشدي الكرات ولا شي حاجه تيجري عليا تيقول لي انت شي نهار تموتي لي. عندي خويا خدام في النظافه، عيا خويا عنده الدوزيام لافاك وخدام في داكشي ديال الكوميرس ديال البوتيك تيباع فيه الحوايج، عييت بالدوات تقول لي حاسس ديال الكلاو ما جبرتني مني انا بغيت نخدم ولكن حتى واحد ما قبل. هاد السيد انا هنا عييت مشيت عند الدوق وقلت لي شوف عطيني غير شهرين تاع الكونجي، عطيني غير عامين هذاك العام تاع الكونجي شهرين تاع الخدمه، ما عطاونا حتى شي حاجه، ما دار معانا حتى شي حاجه. مشيت انا وامي هاد مره نمشي له تقول لي سيفي ما تقيش العادتي انت يا فاش دعوه في الكامره. مشينا عند الانسبكتور ترافاي قيدنا فيه فاش يلاه ست قيدنا فيه داك الشيء. كنا غادي ندير لكم شركه في عين السبع، دابا هو جدا دار لاجونس تاع الطوموبيلات، واحد في ام الرابع في الولفه وخوه الاخر داروا في ليساسوا. انا واحد تنعرفو ليساسوا ما تنعرفوش في الحان ديالو، تنعرفو لاجونس ديالو. ومن تمشي لعند هذاك تقول لي شوف انتيايا ما بقاش توصلي عندي ما تقيش، قال لي عطيني نمره التليفون. عطات لي مره الاولى مشيت خبرت عليه واحد شهرين ولا ثلاث شهور، رجعت عندو قال لي حكا تودرت لي النمره. قلت ماشي مشكل. عطات لي النمره الثانيه عطيتها لي قيدها. رجعت عندو قال لي شوف انا معدي، قال لي سيري بلاتي غنعيط لك. وتصور من 2007 وانا تنمشي عندو تنقول لي كل نهار غادي عندو، نمشي بوحدي نمشي انا وامي. عييت معاه عارف من وصل عندو قال لي شوف انت ما تبقاش تقفي لي هنايا، ما تديناش حدا لاجونس غتخسري لي الكليان غديري لي غتفعلي لي. دابا من درتو انا ما قعدتيش. عييت خوتي انا با ميت غير انا وامي وربعه ديال الاخوت، يعني انا من جوجات ما عاد لا يصرف عليا ما عندي حتى شي حاجه. اش على نخرج نقطع عباد الله نوقف عباد الله نوقف اي واحد، راه هذاك اللي غادي نشوفو انا راه اكثر مني الله. واش غنتلقى عباد الله ما تقيدنيش كي غادي يعطيني باش غادي يشوفني بحال شي واحد غادي يقول لي هاكي راه ملي خدمت عند راني خدمت ماشي ما خدمتش، ولكن حتى واحد ما قبل حتى شدني الكرس تاع الكلاوي وراه عندي التصاور ديالهم راه عارف الدار عندي غير كلمه وكل ولا خلاف من عبد الله. بغيت ندير العمليه قال لي 18 مليون، انا كون عندي 18 مليون علاش غنمشي عنده هو اللي غادي يدوز لي ب 4000 ونمشي ندير كلمه اللي ندير. ما عنديش ما غنمشي. دابا سيدي انا عييت هانت لو وريت رجليا هانت هرش لي شتي هانت هرش لي لو وريتك عندي حال لو وريتك هادشي الحال هي انا عييت عندي غير كي واحد ما قبلني يعني كنت عام جوج وكان عندي عام نصف انا ما نديرش هادشي. راه خوتي جوج اللي خدامين على ربعه عندي انا يوم جوج خوتي بلا خدمه وجوج اللي خدامين، واحد في النظافه وواحد في داكشي ديال البيع والشراء خدام مع واحد. اش غادي تقولوا لي هذا في العيام كل نهار 4000 ريال كل نهار 2000 كل نهار. عييت انا وليت نحشم ما بقاش قدرت وليت عنك وليت معصبه ما عرفتش ما غندير حتى شي حاجه مهما درت. انا هاد السنه ما طلب من النواب طلب من عطينا على الحق ديالي على الخدمه اللي خدمت شحال من عام 91 حتى 2008 واش ماشي بها يعني ما غنمشي لا سكت شركه في عين السبع. ملي درنا معاه ورشه انا عدو قالنا حكا راه غادي ندير شركه وهذاك ملي مشينا قيدنا في المحكمه عطينا لواحد كان خدام معنا الشيفور ديال الشاء ديال الباترون عطينا تكلفنا في المحكمه تلاقى هو وياه الله تعالى اعلم انا ما غنديرش حتى شي واحد. عطاه الفلوس شركت الملف تلاقات به دريه قالت لها سامي علاش هادشي درتي معانا علاش هادشي درتي معانا عطينا حقنا. قال لها جري طوالك اللي في جهدك ديري واش غنديرو لا ماشي غير انايا راه 100 بنت وزياده اللي كاينه راه 100 بنت اللي كاينه في هاد الشركه.